السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، ولد من خلال راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري. فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. نبداو ذاكرا بالخبر الاول واللي يتعلق بالمنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي اعزائي الكرام ومدربه اليو سيسي الذي شارك في مونديال قطر سنه 2022، فبعد اقصائه من المونديال مباشره انتشرت العديد من الشائعات، بعضها يقول باللي انه اليو سيسي سيقدم استقالته، والبعض الاخر يقول باللي انه الاتحاد السنغالي لكره القدم سيطرد اليو سيسي وراح يعني يقيله من منصبه به يجيبوا مدرب اخر من اجل قياده يعني منتخب اسود الترنغا للطابعات القادمه وفي المباريات الرسميه المقبله. اليوم اعزائي الكرام كشف لنا الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد يعني السنغالي لكرة القدم عبر تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي قائلا: بقاء المدرب اليو سيسي في منصبه لأسود الترنغا حتى نهائية كأس أمم إفريقيا 2024 التي ستقام في الكوت ديفوار. يعني كل الأخبار التي انتشرت في يعني مؤخرا لا أساس لها من الصحة، بل أن المنتخب السنغالي وكذلك الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعني رسميا يفكران في الاستقرار. الاستقرار هو أفضل شيء للمنتخب، المدرب هذا قدم الكثير بالنسبة للمنتخب السنغالي، أهله من المونديال، شاركوا في مونديال قطر سنة 2022 وأحضر لهم يعني كأس أمم أفريقيا سنة 2022 التي كانت يعني في الكاميرون. فالمدرب هذا أنا أعتقد باللي بقاؤه أفضل من رحيله، وكان فكرة يعني جيدة من ناحية الاتحاد السنغالي لكرة القدم به يخليوها زي كرام في منصبه. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي واللي يتعلق ببطولة كأس العرب. الكثير من الصفحات يعني داخل الجزائر ولا خارج الجزائر ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة بدأت تروج لخبر يعني يتعلق ببطولة كأس العرب للنسخة القادمة سنة 2023، بما أنه جياني إنفانتينو أكد بأن هذه البطولة ستقام رسميا كل سنتين، يعني رسميا وعلى هيئة وعلى إشراف هيئة تنظيم الفيفا. فمؤخرا بدأت الكثير من الصفحات تقول بأن بطولة كأس العرب سيتم إقامتها مجددا في قطر للطبعة الخاصة بسنة 2023. خاودي تحققت من هذا الخبر؟ تحققت من هذا الخبر يعني حتى عيد؟ ولا يعني تصريح رسمي من جياني إنفانتينو ولا من دولة قطر يعني يؤكد لنا هذه المعلومة. نعم قطر احتضنت كأس العالم واحتضنت أيضا كأس العرب السابقة، ولكن لحد الآن لم يتم الفصل في أي بلد سيتم إقامة بطولة كأس العرب، لحد الآن فقط كلام صحف. أنا مدنية تقام في قطر لأن قطر عزيزي الكرام عندها بنية تحتية جيدة، وما شاء الله عندنا ذكريات في هذاك البلد جميلة جدا، توجنا ببطولة كأس العرب من نفس البلد ألا وهو قطر. أنا مدنية تكون البطولة في قطر، ولكن لحد الآن لا يوجد أي شيء رسمي يؤكد لنا أين سيتم لعب هذه البطولة. ننتقل الآن إلى الخبر المولي والذي يتعلق بلاعب المنتخب الوطني الجزائري قلب الأسد جمال الدين بالعمري الذي تعرض مؤخرا إلى إصابة، وطبعا كشفت لنا التقارير السعودية عن مدى خطورة إصابة هذا اللاعب. فكشف لنا هذا التقرير أعزائي الكرام قائلين باللي أنه نتيجة الفحص المبدئية أظهرت إصابة اللاعب في عضلة الساق التي تسببت في خروجه باكيا من الشوط الثاني من المباراة بين الاتفاق، وكذلك يعني كما كانت سببا في عدم إكماله المباراة الفيحاء في مسابقة الكأس. اللاعب هذا تعرض لإصابة خروج يعني من أرضية الميدان، وسبحان الله كانت في يوم عيد ميلاده، فنتمنوا له الشفاء العاجل ونتمنوا له أن تكون عودته قوية من القدام. بالنسبة للخبر الموالي كشفت تقارير كثيرة من بينها تقرير بي أن سبورت قائلين أن الحكومة الأوغندية دفعت جزءا من مستحقات الاتحاد الكرة المحلي لمساعدة المنتخب يعني الأوغندي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين. هذا المنتخب أعزائي الكرام كان عنده مشكل، فلهذا هدد بمقاطعة بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام هنا في الجزائر ابتداء من شهر يناير المقبل. ولكن بعد هذه المقاطعة التفتت الدولة الخاصة بأوغندا من أجل تقديم يعني إسعافات مالية لهذا الفريق به يقدر يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، كذلك من أجل يعني تخطي العقوبات الصادرة من الاتحاد الإفريقي، لأنه إذا ما راحش تقدر تشارك في هذه البطولة وتنسحب يعني راح يعني تكون عندك عقوبة كبيرة جدا، من بينها أن المنتخب الأول ما راح يشارك في المباريات لمدة 5 سنوات، وأيضا يتم إيقاف البطولة المحلية الخاصة بأوغندا، ويعني والعقوبات كثيرة. فلهذا أعزائي الكرام يعني الدولة تدخلت من أجل أنه يعطيهم إعانات مالية به يقدروا يشاركوا في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين شان هنا في الجزائر. بالنسبة للخبر الموالي عاد الإعلامي الجزائري حفيظ دراجة مجددا يعني للتحدث عن ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025، وأيضا جاء هذا في مقال نشره موقع العربي بوست.
حيث صرح قائلا دراجي إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم دخل رهانا يبدو خاسرا فيه منذ البداية بترشحه لاحتضان كأس أفريقيا 2025 دون أن يأخذ بعين الاعتبار كل التحولات التي تشهدها خارطة كرة القدم الإفريقية التي لم تعد حاليا في صالح يعني الجزائر، ولن تسمح للجزائر بتنظيم البطولة سوى سنة 2029 بمدرب آخر وجيل آخر من اللاعبين. فهذه مشكلة أعزائي الكرام، إذا صح التعبير وإذا صح هذا الخبر الذي أكده لنا يعني حفيظ الدراجي، يعني حفيظ الدراجي مازال متمسك يعني التصريحات نتاعو السابقة، ولكن أعتقد باللي أنه يعني الجزائر مستعدة أعزائي الكرام ل يعني يعني منع أي أشياء تحدث يعني في الخفاء. إن شاء الله أعزائي الكرام يبقى تصريحات يعني حفيظ الدراجي صراحة مخيفة، إحنا ماذا بينا نحتضن كأس أفريقيا هنا في يعني الجزائر لسنة 2025، ولكن ماذا بينا انه يكون يعني هنالك شفافية في التصويت، ماذا بينا انه ما تكونش هنالك كولسة، لانه الاتحاد الافريقي لكرة القدم كما رانا عارفينه يعني من فساده كما يعلم الجميع. كذلك صرح قائلا عندما نقول ان المنتخب الجزائري بحاجة الى نفس جديد فهذا لا يعني ان الامر مرتبط بالاشخاص فقط سواء كانوا اداريين مدربين او لاعبين، بقدر ما له علاقة بالافكار والاستراتيجيات والامكانيات المادية التي يجب توفيرها. يعني على كل حال احنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد، وان شاء الله يكون الفائز في جميع المباريات. ماذا بينا اعزائي الكرام ان شاء الله يعني عجله المنتخب الوطني الجزائري عندما تبدا في الدوران تدور في السكه الرسميه والصحيحه والحقيقيه ان شاء الله، الا وهي سكه الانتصارات المتتاليه اللي اشتقنا لها صراحه مؤخرا. بالنسبة للخبر الموالي، كشف لنا الحساب الرسمي للدوري الهولندي على موقع التواصل الاجتماعي يعني بعض الأرقام المميزة للدول الجزائر الذي يعتلي هذه القائمة الظاهرة أمامكم، يعني وضعته في قائمة أفضل لاعب خط وسط في المسابقة يعني للدوري الهولندي لسنة 2022. يعني النجم الدولي الجزائري لاعب المنتخب الجزائري يعني في المرتبة الأولى في البطولة الهولندية بأكملها كأفضل لاعب في خط الوسط. ما شاء الله، أنا نفرح كي نشوف مثل هذه الأرقام أعزائي الكرام بالنسبة للاعب يعني يلعب في المنتخب الوطني الجزائري. وطبعا هذه الأرقام الظاهرة أمامكم هي يعني قائمة فيها 5 لاعبين قاموا باعتراضات صحيحة في الدوري الهولندي خلال 2022، والتي تصدرها رامز زروق أعزائي الكرام برصيد 55 يعني اعتراض صحيح في هذه البطولة. ما شاء الله أعزائي الكرام، أرقام مفرحة وتبعث يعني رسالة لكوتش جمال الماضي لأن هذا اللاعب قدم في المستوى الكبير وهو على أهبة الاستعداد للمباريات القادمة. بالنسبة لرياض محرز، وجه رسالة تحذيرية للأندية الخاصة بالبريمير ليج المنافسة على الدور الإنجليزي الممتاز، حيث صرح قائلا في الوقت الحالي نعم نحن يعني نبتعد عن صدارة الترتيب لكن لن نستسلم ونصمم على استعادتها، سنلعب مباراة بمباراة من أجل حيازة لقب آخر، لا نركز على نادي أرسنال فقط لأنه توجد أندية أخرى ترغب بدورها في التتويج بلقب البطولة، وإذا أردنا الاحتفاظ باللقب فليكن يعني استئناف المسابقة موفقا. فاللاعب هذا يعني عازم على التتويج بألقاب جديدة مع فريق نادي مانشستر سيتي، سواء يلعب ولا ما يلعبش يعني راح يقول باللي أنه نحتاج اللقب، وهم يعني نادي مانشستر سيتي حاليا هو تحقيق الدور الإنجليزي الممتاز والعودة إلى يعني مكانتهم الرسمية والصحيحة ألا وهي يعني صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. فنتمنى كل التوفيق لرياض محرز، ماذا بينا في المباراة القادمة اللي راح تجمع بين فريق نادي مانشستر سيتي وكذلك ليدز يونايتد يكون رياض محرز كلاعب أساسي، لأنه رياض محرز يستحق أنه يبدأ كلاعب أساسي نظرا للمستوى اللي قدمه في آخر مباراة. بالنسبة للخبر المولي، راح أشارك معاكم التشكيلة المثالية يعني لسنة 2022 للاعبين الأفارقة، أين تواجد كل من يعني سفيان أمرابط، أشرف حكيمي، مبامبا كما تشاهدون، كوليبالي، ساديو ماني، أبو بكر فينسنت، محمد صلاح، زامبو أنغويسا، وكذلك الحارس بونو ورياض محرز ومحمد صلاح. وعلى كل حال عندنا 3 جزائريين هنا في هذه القائمة، عندنا كل من رياض محرز كلاعب أساسي في دكة الاحتياط، إسماعيل بن ناصر، وكذلك رامي بن سبعين، وهذوما اللاعبين راهم متألقين بشكل كبير جدا مؤخرا، فنتمنوا لهم كل التوفيق. ننتقل الآن بدون إطالة إلى الخبر الموالي. الخبر الموالي يتعلق ببطولة الشان اللي إن شاء الله يعني راح تحتضنها الجزائر بأبهى وأفضل وأحلى حلة إن شاء الله يعني ابتداء من شهر يناير. على كل حال، مؤخرا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعني بدأ يثير المشاكل وأراد يعني الانسحاب وهدد بالانسحاب من بطولة الشان، ويعني مؤخرا كشفت لنا اللجنة المنظمة لبطولة الشام لأن كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ويعني كانت زوبعة في فنجان فقط، حبوا يضغطوا ولكن لم ينجحوا يعني بخطتهم. ولكن بيان سبورت اليوم شرحت لنا وشاركت معنا تقرير أكدت فيه قائلة أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يؤكد عدم مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر
في حال عدم احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولة الإفريقية، والاتحاد طالب بسفر منتخبه إلى مدينة قسنطينة عبر رحلة مباشرة من مدينة الرباط بواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية لكي تحط هنا في الجزائر. فراهم حابين يعني يديروا مشاكل زي كده، يعني راهم حابين يديروا مشاكل حاليا باه يعني هذه البطوله ما تمرش مرور الكرام، ولكن ان شاء الله اعزائي الكرام تمر مرور الكرام. هم حاليا بداوا بعد الاتحاد الكاميروني والاتحاد الاوغندي، حاليا الاتحاد المغربي لكره القدم ما راهش حاب يشارك في البطوله الا اذا توفرت هذه الشروط. على كل حال يعني اذا حبوا ينسحبوا هم الخسر الاكبر، يعني عقوبات كثيره راح يعني تكون عندهم في قادم المواعيد. يعني ماذا بينا احنا كامل المنتخبات اللي جو الجزائر يكونوا سواسيه، كامل يكونوا كيف كيف، يعني مش يعني بلد نفضلوه على بلد اخر او شيء من هذا القبيل. على كل حال نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في بطوله الشال اشبال مجيد بوكره اللي عندنا ثقه فيهم كبيره ان شاء الله يحققوا اللقب يعني القاري اللي راح تحتضنوا بطبيعه الحال هذه البطوله هنا في الجزائر. وما دام البطوله كانت في الجزائر وراح تكون في الجزائر ان شاء الله اللقب لن يخرج من الجزائر ان شاء الله، وذلك بفوز اشبال بوغره على جميع الخصوم اللي راح يشاركوا كونتر المنتخب الوطني الجزائري في هذه البطوله. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.